الله يوفقك الأخ بختي. كلمة مباشرة مشي كسبيها. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا وانا من عرش بروحي بسكراني ولد الحي مشي كسبيها. بون، شو نقول لكم اخوتي، احنا اليوم ترشحنا على جالكم، على جال الغيرة تاع البلدة، على جال الحقرة، على جال باش نطلعوا البلدية نتاعنا ونزيدوا فيها التنمية. احنا كاع على بالنا بالنقائص تاع البلدية هذه، وكاع عايشين مع بعضنا، نجيبوها من الفاتحة حتى للتل. احنا جينا اليوم من أجل الغيرة على هذه البلدية. بون، أنا نقول لصديقي منوار عبد الحميد، كنا كي نروحوا في اجتماعات تجور يقول لي بلي البلدية راه واش رانا احنا اللي مدين، الرند هو اللي مدي البلدية. اليوم تأكدت بعد ما شفت هذو الوجوه وشفت هذه الناس اللي راه واقفه معانا، اليوم نقولوا اهلا، نقولوا البلديه راه لينا بالاغلبيه ان شاء الله. ولكن نتمنى منكم انكم توقفوا معنا. احنا راه مدينا هذا القرار، هذا مثلا هذا اللي قلت لكم عليه باللي راه البلديه لينا، ولكن بكم لازم انتم تخرجوا وتخرجوا اللي معاكم. اللي عنده ربعه وخمسه في الدار لازم يخرجهم، لأن ولاد حمودة على بالنا بلي ولاد حمودة هي اللي دير البلدية، هي اللي دير المجلس، هي الفاصل. حنا نتمناو أنكم تخرجوا الكل، وحتى ماشي غير تاع ولاد حمودة، ماذا بلي اللي عنده صاحبه في التل، اللي عنده صاحبه في عين ثاقب، اللي عنده صاحبه في له الواد، اللي عنده صاحبه في المكمن، يحاول يأثر عليه وأنه يوقف معنا، لأنه هذه قضية. ونتمناو أنه نكونوا في خدمتكم. والسلام عليكم وبارك الله فيكم.